تنفرد حكومة نينوى المحلية في تحديد مشاريع الإعمار وخصوصا ذات الإحالة المباشرة، معتمدة على مبالغ تنمية الأقاليم وصندوق إعمار المناطق المتضررة. أكثر من 1200 مشروع بدأ العمل بها منذ عام 2019، لم تتضمن المشاريع الاستراتيجية المهمة. فقط في خطة تنمية الأقاليم لعام 21 عندنا 407 مشروع، وعندنا ايضا مشاريع اخرى لصندوق الاعمار، وهناك مشاريع منظمات الدوليه، فحتحدث عن عدد كبير جدا. يعني جمعنا المشاريع اللي تنفذ الان في محافظه نينوى من خطه 19 ولغايه 21، نتحدث عن ما يقارب 1200 مشروع، وبالتالي هذا عدد كبير جدا. غياب الدور الرقابي عن متابعه عمل الحكومه المحليه في نينوى تركها حره في توظيف الاموال واحاله المشاريع على شركات محدده دون غيرها، ما يستدعي تدخل هيئه النزاهه في التقصي عن اليه توزيع المشاريع والجهات المستفيدة منها. لا يوجد هناك رقابة حقيقية، لا يوجد هناك رقابة على المشاريع. اليوم حسب يعني كلام أحد المسؤولين بأنه يتم تلاعب حتى يعني من يتم إنجاز هذا المشروع، يتم تسليم هذا المشروع وليس مطابق للمواصفات. القائمين على هذه الحكومة المحلية بعد غياب الدور الرقابي أصبحت هي من تقوم بإحالة المشاريع لجهات معينة. رغم تعدد مصادر التمويل والجهات المانحة لإعمار مدينة الموصل، إلا أن التوجه صوب المشاريع الثانوية وتقديمها على مشاريع البنية التحتية تسببت بهدر أموال كبيرة دون الاستفادة منها بإعمار مطار المدينة المدمر أو المدارس والمستشفيات، واقتصر أغلبها على قلع وتعبيد الشوارع وتأثيث الجزرات الوسطية والحدائق بالإضاءة والتشجير. ما نشوف أي مشاريع فعالة بمدينة الموصل حاليا، يعني الموضوع يقتصر على جزرات وسطية وأرصفة فقط، وخصوصا يعني أنه المحافظة حاطين كل ثقلهم على الجزرات الوسطية. أي منطقة تفوتها، أي شارع عام تفوت وشوف قلع وترميمه بالجزرات الوسطية. أي خدمات عامة ماكو، أي مشاريع عامة تفيدني أنا كمواطن ماكو. ما تتسمى مشاريع بالنسبة كمحافظة وعلى كبر المحافظة، هاي ما تتسمى مشاريع. المشاريع اللي هي صح مشاريع الجسور، المستشفيات، المطار، تلكؤ بهاي المشاريع الكبار، البنى التحتية منهارة تماما في المحافظة، ماكو أي بنى تحتية وماكو أي عمل. قانون الإحالة المباشرة للمشاريع دون الإعلان عنها بتسليم عروض الشركات المتقدمة واختيار الأفضل للتنفيذ تسبب بهدر مخصصات المحافظة على مشاريع تنفذها شركات لم تخضع للمنافسة في جودة العمل والكلفة المخصصة. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.